مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، التواصل يستمر بانطلاقاتنا لهذا اليوم. ينطلق شوطنا الخامس والعشرون الذي اعلنت انطلاقته من خلال هذه اللحظات، وتمنينا التوفيق باذن الله تعالى للجميع في انطلاقه هذا الشوط الذي اعلنت من خلال هذه اللحظات، وهو مخصصا للابكار المهجنات الاصايل. نسير مع هذه الاسماء ونتابع المراكز الاولى المتقدمه في هذا الشوط، حيث هذه الشعارات التي تزين ارضيه ميدان الوثبه عبر هذا النقل الحي والمباشر عبر قناه ياسر الرياضيه، حيث نسير بكم مع هذه الاسماء بالانطلاق بالوجود بحثا عن الناموس دائما في هذه المنافسات القوية. المركز الأول على مقدمة الشوط، هنا على المركز الأول الظفرة عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري الذي يقدم الظفرة على المركز الأول، بينما في المركز الثاني هناك القدوم من حظ سالم بن يابر بن عبيد بن هياي المنصوري، والمركز الثالث تقدمت به القادمة ألا وهي رندا سعيد بن منانه بن قدير الاكتبي يقدم لنا رندا، بينما هنا على المركز الرابع في هذه اللحظات بالانطلاق والوجود في هذا الانتفاع على المركز الخامس القدوم والحضور من روعة عبد الله بن سعيد بن تريس الظاهري الذي يقدم لنا روعة على مستوى المركز الخامس. المركز السادس هناك القدوم، هناك الحضور في هذه اللحظات بوجود هامة حمد بن محمد بن سعيد العفاري، وعلى المركز السابع الوصول من مزون فهد بن راشد بن سالم المدهوشي بمتابعة سالم بن راشد المدهوشي هنا مع هذا الشوط، وهناك القدوم والحضور من الظبي سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي يتقدم، وتقدمت سما ناصر بن مبارك بن قران المنصوري يقدم لنا سما، بينما في المركز التاسع الواصل الضبي سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي، وعلى المركز العاشر تقدمت الذهب سالم بن علي بن سعيد البريص المري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام للمراكز الأوائل المتقدمة مع النداء الأول، مع النداء الأول المكمل لهذه الأسماء في هذا الشوط المثير الذي يحمل لنا تنافس هذه الأسماء، تنافس الابكار المهجنات الاصايل. عوده بكم مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام الى المركز الاول والى انطلاقه مزنه على مقدمه الشوط. على مقدمه الشوط مزنه سعيد بن عبيد بن سعيد المراشد السبوسي الذي يقدمها على المركز الاول بهذا الانطلاق الرائع، بينما في المركز الثاني تقدمت هناك الظفره عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري يقدم لنا الظفره على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث تقدمت به الانطلاق رنده سعيد بن منانه بن غدير الاكتبي يقدم لنا هذا الاسم. المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات من قبل هامة حمد بن محمد بن سعيد العفاري، الوصول من شعار المدهوشي على ظهر مزون فهد بن راشد بن سالم المدهوشي، وهناك القدوم كذلك بالانطلاق تصل به روعة عبد الله بن سعيد بن تريس الظاهري، والاسم القادم الذهب سالم بن علي بن سعيد البريس المري الذي يدفع بهذا الشعار صهيل قادمة، صهيل صهيل قادمة محماس بن علي بن مصلح الأحبابي يصل أبو ذياب ليقدم لنا هذا الاسم من خلال هذه اللحظات. وكذلك النهضة عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي، زانت المنافسة
زانت هذه التحديات بوجود هذه الأسماء القوية في هذا الشوط. نعود بكم إلى المركز الأول، إلى المقدمة والصدارة على الزاوية اليمنى. مزنة 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 مزنة، سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد السبوسي الذي يقدم مزنة، بينما في المركز الثاني التقدم بهذا الانطلاق القادمة رندا سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي، وهناك الوصول في هذه اللحظات من مزون فهد بن راشد المدهوش، وتقدمت بقوة في هذه اللحظات هامة حمد بن محمد بن سعيد العفاري. الله 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 الله، شوفوا الآن الدخول السريع، الاسم القادم النهضة عبيد بن نصيب السبوسي، أبناء سويحان يتقدمون في هذه اللحظات بالانطلاق المثير، ولكن الصدارة مع الذهب سالم بن علي بن سعيد البريس المري. الله روح أنا بهذا الانطلاق المتميز مع الذهب 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 الذهب، وهي الذهب ما شاء الله على هذا الانطلاق المثير في هذه اللحظات. يتقدم بهذا الأداء سالم بن سعيد البريس المري. أبعدت المسافة أبعدت المسافة ما بينها وبين الأسماء الأخرى القادمة على المركز الثاني. متعبة عوض بن الصير بن عنود العامري بن عنود قادم، ولكن البريسي على مقدمة الشوط يطلق لنا الذهب في هذا الانطلاق الثالث القادم. اليافل مبارك بن عيد بن مبارك المنصوري بن نصيب قادم أيضا على المركز الرابع، ولكن المقدمة ولكن المقدمة الصدارة مع هذا الاسم سلام سلام يا مالك الذهب سلام. تهانينا إلى سالم بن سعيد البريس المري على هذا الانتصار، لحظات وصولها إلى خط النهاية. بينما في المركز الثاني يذهب إلى متعب عوض بن صهيب بن علود العامري، الثالث يذهب إلى وجود النهضة عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي، المركز الرابع يذهب إلى وجود اليافل مبارك بن عيد بن مبارك المنصوري، المركز الخامس هناك أبو وجود الضبي سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي. تهانينا والناموس إلى مالك الذهب سالم بن سعيد البريس المري، لحظات وصوله إلى خط النهائي في لحظات الإعادة، 7:34 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الانتصار. بينما في المركز الثاني 7:35 ست أجزاء من الثانية. تهانينا إلى مالك المركز الثاني هي لعبيد بن نصيب السبوسي، بينما في المركز الثالث 7:37 تسعة من الأجزاء من الثانية. المركز الثالث متعب عواد بن صغيب بن عنودة العامري. تهانينا والناموس للجميع على هذا الانتصار.